مشاهدينا الكرام مساء الخير. رخامة الصوت هبة من الخالق ميز بها أناسا عن غيرهم، خاصة في مجالات الفن الراحبة، حيث فنون الإلقاء، قصائد شعر تلقى، وعواطف نظم تغنى، وما أجمل الصوت الرخيم، الصوت اللين الرقيق، وهو يترنم في دنيا الحب والعشق والولا بمعان عذبة لها في القلب ذكرى. وأي ذكرى؟ إنها ذكرى أيام جميلة يعيشها المرء في حياته، حبورا وأملا ومواعيد فرح لا تنسى. فمع ذكريات الأيام الجميلة نعيش مع ضيفتنا هذه الليلة أجمل ذكرى، لأنها هي ذكرى. مشاهدينا الكرام باسمكم جميعا نرحب بالفنانة ذكرى محمد. مساء الخير. مساء النور أستاذ مفتاح. أهلا بيك. عايشك. أولا أنستينا في هالأيام العرس اللي يقام في الجماهيرية العظمى، احتفالاتنا بأعيادنا، وشكرا لحضورك لهذا البرنامج. يعيشك أستاذ مفتاح، أنا يشرفني والله نحضر معكم في أعيادكم دائما إن شاء الله، ونحضر معك في البرنامج هذا. شكرا لك. يعيشك. إيه رأيك لو نبدأ بالذكريات مع ذكرى؟ يعني ذكرياتك الفنية في ليبيا، بدايات تعاملك مع فنانين ليبيين، أقرب الأعمال إلى نفسك من اللي أديتيها في ليبيا. هي بدايتي كانت سنة 88. نعم. كانت أول بداية لي يعني كنشاط ليبي، كانت أول بداية لي مع الشاعر كبير عبد الله منصور، وكانت الانطلاقة الحب النجي. نعم. وتوالت عدة أعمال يعني تعاملت مع الأستاذ عبد الله منصور في عدة أعمال، تعاملت مع الفنان علي الكيلاني، ملحنين تعاملت مع الأستاذ ناصف محمود، تعاملت مع الأستاذ محمد حسن، الأستاذ شريف محمد، المطرب سيف النصر، يعني مجموعة كبيرة يعني من الفنانين الليبيين. نعم. أنت من الذين يعني من الذين يعتبر رأيهم الفني مهما ومحترما، نود أن نتعرف على تقييمك للأغنية الليبية كموسيقى وككتاب وحتى مطربين، وأوجه التلاقي والاختلاف بينها وبين الأغنية في القطر التونسي. هي أولا ما تبعدش برشا على يعني ما فيش وجه اختلاف كبير بين الأغنية التونسية والليبية يعني. نعم. حتى اللهجة يعني متقاربة جدا، لكن نلقى ساعات المحلي أو البدوي التونسي يختلف شوية عن البدوي الليبي، لكن تبقى دايما أقرب لهجتين في جميع الأقطار العربية. نعم. أقرب لهجتين إلى بعض التونسي والليبي، حتى المقامات ولا روح العزف ولا يعني كله متقارب، حتى تراثنا يعتبر مشترك. نعم. 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 فحتى الفنان اللي بيجي يغني باللهجة الليبية بصراحة ما يلقاش صعوبة. نعم. كبيرة. الحمد لله يعني. ألا تشعر ذكرى بأنها صوت مظلوم إن صح التعبير في وسط في زحمة الوسط الغنائي العربي، رغم أنك طبعا شقيت الطريق مؤخرا على المستوى العربي، إلا أن الذين أتيحت لهم هذه الظروف قبلك هم دون مستوى ما تتمتعين به من إمكانيات، هل توافقين على هذا؟ الله يخليك الله يخليك، لكن هي سبحان الله مكتوبة، يمكن جيت متأخرة شوية، لكن الحمد لله كويس يعني. لا ما فيش ظلم الصراحة، أنا أحس ما فيش ظلم. استطعت إنك تشكي هذا؟ الحمد لله الحمد لله. أنت من فئة المطربات وليس المؤديات. نعم. طبعا احنا نفرق ما بين المطربة وما بين المؤدية. الطرب أو التطريب ربما أصبح حظه تعيسا بين السائد من الأنماط والألوان الغنائية التجارية. نعم. الرائجة. نعم. هل يضطر الطرب إلى التنازل عن وقاره وقيمته حتى يجاري هذه السلع شبه الفنية، أم له متذوقوه ومحبوه وجمهوره؟ بصراحة أنا يعني نقول وجهة نظري أنا شخصيا،
ما عمريش قدمت تنازلات الصراحة، وبصراحة كل الحفلات اللي أنا عملتها في جميع الأقطار العربية يعني تكاد تكون أغنية من الأغاني الصعبة، يعني صعبة حتى يرددها الجمهور. لكن بصراحة أنا حتى يعني يدهشني الموضوع أنه حتى مثلا نغني مش كل حب ولا الأسامي ولا وحياتي عندك، الناس يردوها يعني الأغاني الصعبة، فهذا إن دل فهو يدل على أنه في ناس مستمعة لسه، يعني نعم في سميع. أي أكيد أكيد. هذا البرنامج يقدم على الهواء، هناك عديد الاتصالات الهاتفية من السادة المشاهدين، سنستقبلها على التوالي، ولكن نأخذ قسط من الراحة يعني في بعض من أعمالك الغنائية اللي أديتيها في ليبيا إن شاء الله، فنشاهد معا هذا العمل ونعود يعني بعد ذلك للتحاور معك. إذا زميل محمد، الحب النجي، الحب النجي كلمات الأستاذ عبد الله منصور وألحان خليفة زليطني. وألحان خليفة زليطني. إذا مع الحب النجي. ما تعرف زوال دلل علي دلل حبيتك دلل.
بابا بنيت ودي ثمانة عيد بابا بنيت.